السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزايكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا الجوز الأصلي اللي أنا شاريه ده، الجوز اللحم الأصلي اللحم ده، الذكر انا شاريه من مكان والنتاية شاريها من مكان. طبعا عارفين اللي عنده جوز لحم شغال مش بيبيعه. طيب انا اشتريت النتاية دي اول مرة تبيض، باضت عندي. مفاجأة مفاجأة مفاجأة، البيضة دي طبعا مش التلات بيضات بتوعها، هي بيضة واحدة بس اللي هي البيضة الكبيرة دي. لو قربنا عليها شوية هنلاقي البطين دول طبعا نكتب عليهم، معلمهم انا، هم دول الصغيرين عموما انا عارفهم بالعلامات، معلمهم بالقلم كده ان دول بتوع قص لحم تاني، فانا حطيتهم للقص اللحم التاني لان البيضة الكبيرة دي اتباضت عندي، النتاية دي باضتها، فانا مش عارف النتاية دي هي طبعها كده ولا هنشوف، هنجربها كمان مرة او مرتين كمان ونشوف العيب ده في النتاية دي، وهل هيستمر على كده ولا بعد كده هتبيض البطين. طب هي بيضه البيضه دي الكبيره دي ليه؟ البيضه دي يا جماعه البيضه دي فيها زغلولين، وهقول لك ازاي انا عرفت، اقول لك ازاي انا عرفت. بس قبل ما نشوف روح اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت ما اشتركتش لسه، وفعل زر الجرس واختار الكل. هنشوف بقى، نطفي النور ونفرز البيض. البيض ده بقاله حوالي 5 ايام. ليه بقاله 5 ايام؟ هي البيضة الاولى دي متباضة اكتر من كده، بس انا عندها يومين يعني مثلا 7 ايام، وحضنتها مع البيض اللي هما البطين التانيين دول اللي اتباضوا بقالهم 5 ايام، فيعني بانوا من الوقت تماما. بس لازم اطفي النور واوريكم معايا موبايل اهوت، هنشغل الكشاف بتاعه ونحط البيضة عليه بعد ما نطفي النور ونشوف البطين دول شكلهم ايه والبيضة دي شكلها ايه، ونشوف ايه الفرق، وهل البيضة ام صفارين بتفقس ولا مش بتفقس. ده هنتابعه مع بعض، تابعني وانا هوريك. والبيضة بتفقس، هل فقست او ما فقستش؟ ولو ما فقستش هنكسر البيضة ونشوف الكتكوتين او الزغلولين وهم في داخل البيضة، الزغلولين وهم داخل البيضة، هو احتمال كبير انها ما تفقسش، يتكبسوا ويموتوا فيها، ده الاحتمال الاكبر اللي انا متوقعه. وبرضه هنشوف ان هم زغلولين ولا لا. اللي مش مصدقني يتابعني علشان انا هوريله على الطبيعه ان شاء الله. استنانا يعني، هي لسه عليها حوالي نقول كمان 13 يوم وبعد كده نعمل الفيديو الثاني ونشوف سواء فقسوا او ما فقسوش، هنشوفهم مع بعض. هروح اطفي النور ونرجع نشوف في كشاف الموبايل، نحط البيضة على الكشاف ونشوف هتبقى شكلها ايه. طيب احنا شغلنا الكشاف وشفنا شكل الكتكوت في البيضة اللي هي بصفار واحد او اللي فيها كتكوت واحد، شفنا عاملة شكلها ازاي. اهو بسم الله ما شاء الله فيها زغلول، شايفين؟ وزغلول واحد اهو، بسم الله ما شاء الله اهو بيتحرك، شايفين النقطة؟ شايفين العروق دي؟ هو ده الزغلول في قلب البيضة، ده البيضة الواحدة. طيب هنجيب البيضة التانية اختها ونشوف البيضة التانية برضو مخصبة ولا لا، نحطها بالظبط كده. ايوة ما شاء الله مخصبة، بس هي فيها بقع مش نظيفة البيضة، لكن هي البيضة بسم الله ما شاء الله اهو مخصبة تمام التمام. انا بس عايز اوريك شكل اللي هي الكتكوت اللي فيها او الزغلول اللي فيها شكله ايه. اهو البيضة ده شكل البيضة المخصبة، ده شكل البيضة المخصبة اللي فيها زغلول بالظبط كده، ده الشكل اللي هو الزغلول اللي في البيضة الواحدة. لو استنينا عليها بكرة او بعده هتحس ان القلب بيدق يا جماعة، هتلاقي ان في ان النقطة دي بتتحرك كده بتنبض. تمام، ادي البيضة الواحدة. طب تعالى نشوف البيضة اللي انا متوقع ان هي تكون بصفارين او فيها زغلولين اهو، جبناها نحطها نظبطها بس على الكشاف
نظبط الإضاءة كويس أهو أهو يا جماعة، شوف تحس أهو، شوف سبحان الله المنظر يا جماعة، زغلوا لين أهم زي ما أنا توقعت بالظبط، زغلوا لين، شايف ده لوحده وده لوحده، البيضة فيها زغلوا لين. هل هيفقسهم؟ الله أعلم، بس هو أنا أتوقع بنسبة كبيرة جدا إن الزغلولين مش هيفقسهم، عن تجربة مرت عليا قبل كده إن البيض اللي فيه صفارين أو فيه زغلولين ما بيفقس. ده سبب من أسباب إن الحمامة بتبيض بيضة واحدة يا جماعة، يعني ممكن واحد يقول لك الحمامة بتبيض بيضة واحدة، هي بطين في بعض، بيضة كبيرة زيادة عن اللازم، بالأخص لو هي البيضة طويلة بالشكل ده، تعرف إن هي البيضة فيها زغلولين. وما شاء الله هم لحد دلوقتي عايشين، فاحنا هنتابعهم وهنصورهم مع بعض لما يفقسهم او ما يفقسوش، برضو نكسر البيضة او نقشرها ونشوف فيها ايه من الداخل، هنشوفهم مع بعض. شوف سبحان الله مقسومة بالظبط بينهم في نقطة خط فاضي في النص، ان هم زغلولين اهو حيين ما شاء الله. اهو ده واحد وده واحد، يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لو فقسهم يا جماعة هتبقى معجزة، لو فقسهم تبقى معجزة. طبعا الذكر والنتاية اللي احنا سايبينهم مع بعض دول هنجربهم كمان عش او عشين كمان هنشوفهم. طبعا شلت منهم البيضة حطيتها في مكان تاني تحضين على البطين التانيين علشان نشوفها هي تبيض تاني، ونشوف هي هتفقس هتبيض نفس الطريقة البيضة الطويلة دي ولا تتصلح وتبيض البيضة كل بيضة لوحدها، تبيضهم بطين يعني بدل بيضة واحدة بسفرين، هتبيض كل بيضة لوحدها ولا هتستمر على نفس المشكلة دي. لو هي هتستمر على نفس المشكلة دي طبعا هنتخلص منها، لكن مش هنبيعها لحد علشان ما نبتليش حد بيها يعني. طيب هننور النور تاني ونرجع نشوف هنعمل ايه. طبعا هو الذكر بيطارد النتاية وهيبيضوا معش تاني قريب، يمكن احتمال تبيض بكرة او بعده، لان انا شايف ان هم بيعششهم، لكن جايبهم دلوقتي عشان التصوير ان هو بيطاردها وبيجري وراها، وانا حاسس كده ان هي خلاص على وشك انها تبيض. استنانا واشترك في القناة وزي ما قلت لك، واعمل لايك للفيديو واستنى عشان تعرف النتيجة. هل هيفقسهم البطين ولا مش هيفقسوا؟ هتفقس البيضة زغلولين؟ ولو ان ده شيء يمكن صعب جدا، لكن الامل عند ربنا تكون معجزة ويفقسهم البطين. البيضة كانت متباضة يوم 31 واحنا النهاردة 18، يعني المفروض ان هي كانت تفقس النهاردة تمام، لكن هي طبعا ما فقستش، وانا المفروض كنت شفتها قبل كده لان هي بتبان ان هي باظت من قبل كده، لكن هي هنشوف نعرف ازاي. هي البيضة ازرقت لونها باين، لو شفنا كده ايوه شوف المزرقة ازاي، البيضة مزرقة. طيب احنا هنشوف ايه اللي حصل بعد كده. النتاية دي يا جماعة اللي كان منصوب عليا، وكانت جالي رجلها مكسورة، ايوه كانت جالي رجلها مكسورة، واسيب لك الفيديو بتاع اللي هو اتنصب عليا في الحمام اللحم، هسيبهولك في اول تعليق وفي الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو، اللي هي النتاية اللي هي دي. النتاية باضت تاني اهو الحمد لله، هي باضت البيضة دي يوم 17، البيضة الاولانية اللي هي بصفرين كانت يوم 31/1، لكن احنا 17/2 باضت البيضة دي، وعليها بيضة ان شاء الله تبيضها بكرة، بيضة عادية، باضت بيضة عادية خالص، لكن انا حطلها البيضة البلاستيك دي. طبعا حطيت البيضة البلاستيك على ما تبيض البيضة التانية، طبعا مش مكانهم ده، انا هرجعهم لمكانهم تاني عشان محدش يقول ان انا بقول كلام غير صادق. هوريك البيضة بتاعتهم وانا بعرف ازاي وبتابع ازاي الموضوع ده. طبعا زي ما قلت لكم ان هي اول مرة تشتغل، ده اول شغلها، فانا مسميها اهو لاحم رقم 3، بيضة الاولى 31/1،
سنة 21 طبعا، بيضة كبيرة، بيضة واحدة بصفارين، ده اللي انا كاتبه اهو. بيضة التانية مفيش مكتوبة اهو بدون، تمام. يبقى بيضة التانية مفيش، هي بيضة بيضة الاولى بس بصفار واحد، لكن الحمد لله هي المرة دي بيضة بيضة عادية، بيضة صغيرة طبيعية. هشوف انا اوريكم البيضة واوريكم انا عملت ايه. طبعا البيضة البلاستيك تحتها. ليه بقى انا بشيل البيضة؟ شوف انا بشيل البيضة واحط بيضة بلاستيك، بشيل البيضة احطها في قطن كده، اهو البيضة بتاعتها دي البيضة الحقيقية اهو. لاحم 3 يوم 17/1، يبقى المفروض 17 و19. طب ليه انا بشيل البيضة الاولى بحطها؟ طبعا الناس الغوال قدام عارفين الكلام ده، لكن اللي مش الناس المبتدئين مش عارفين الحكاية دي. بحط بيضة بلاستيك، وبعدين لما البيضة التانية تتباض اللي هو مثلا هيبقى يوم 19، لان في يوم التاني ما بتبيضش فيه، الحمامة بتبيض كل يوم، تفوت يوم وتبيض التالت، يبقى هتبيض يوم 19. نقوم نحط البيضة البطين مع بعض يوم 19. فانا بحطها كده في علبة وغطيها بالقطن، تمام كده، واقفل عليها لحد ما البيضة التانية تتباض، تمام. وتعالى نشوف البيضة اللي هي الفاسدة جواها ايه. نشوف البيضة الفاسدة جواها ايه. طبعا انا عالجت الحمامة دي كتير، هيموكلار وعلاج اسهال، وكان فيها جدري اول ما جبتها، وقلت لكم ربنا هيكرمني منها ان شاء الله، لان انا صبرت عليها، صبرت عليها، وقلنا نصبر عليها كمان اما نشوفها هتبيض البطين في وقت واحد ولا لا. طبعا البيضة فاسدة جدا، فانا هكسرها عشان حضراتكم تشوفوا ايه اللي جواها، لكن يفضل حضرتك ترميها على طول. طيب وانا افتحها كده بالمقص على المنديل ده، حاول كده. طبعا ريحتها وحشة جدا، شايفين هي فسدت من زمان. زي ما انا قلت يبقى البيضة اللي بصفارين مش بتنفع، شايفين ميت من بدري، نزل فينها فتافيت. طبعا هنبقى نغسل الحاجات دي ونطهرها تاني، اهو شايفين الفتافيت. يبقى اللي استفدناه من موضوع النهاردة ايه؟ ان انت لما تلاقي بيضة كده كبيرة بصفارين ما تسيبهاش، يبقى تشيلها تحضنها تحت حمام تاني اذا كان عندك امل انها تطلع، لكن هي مش هتفقس يعني ان شاء الله، وعلى الله يا ريت اللي تفقس عنده يقول لنا، لكن هي احنا بنعمل اللي علينا وبنحضنها تحت حمامة تكون بيضة بطين تاني، او تكون بيضة بيضة واحدة، تكون بيضة في نفس الميعاد بتحطها معاها، وفي نفس الوقت بتعطي النتاية فرصة انها تبيض بيض تاني، لان كان فاتها لسه راقدة على البيضة، فاحنا سيبناها فبيضت تاني الحمد لله. يبقى احنا كده كسبنا وقت، ما سيبناهاش راقدة على الفاضي. كده موضوع البيضة خلاص الحمد لله عرفنا هنعمل فيه ايه. وده المتابعة، المتابعة يا جماعة اللي بيقول لي اكتب المتابعة، مش عارف هو كان يقصد بايه المتابعة اليومية، عايز المتابعة اليومية. المتابعة هي دي اللي انا بعملها يا جماعة، ان انت هتكتب بضو امتى، ولو البيض فقس تكتب برضو فقس امتى. اعمل الجدول في صفحة في كراسة، الجدول اللي انت تقدر تستفاد منه. انا طبعا لسه هعدل الجداول دي، هعدلها اكتبها مثلا وليكن في صفحتين قدام بعض ويكون البيانات، لكن طبعا هي اول شغلها. ممكن اكتب هنا اي ملحوظات في الصفحة، انا سايب الصفحة اللي قدامها فاضية عشان اكتب قبلها كده اي ملحوظات، فأس مات، بتطلع زغلول كبير وزغلول صغير، اعرف ايه ذكر بيطلع بيض فارغ، برضو اكتب ملاحظاتي كلها اكتبها. انت تشوف ايه اللي انت ممكن تستفاد منه تعمله. طبعا الكلام ده لو انت مربيهم في عيون، وهم دول طبعا انا حاططهم في عين بره مش مع الحمام الزاجل علشان ما تختلطش السلالات. وبكده هكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ترجمة